المكلا تحتضن افتتاح الدورة السادسة للجمعيات الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. ذكرى فك الارتباط تاريخ يصادف الحاضر ويؤسس للمستقبل في الجنوب. في مقابلة مع الغد المشرق تعرض مساء اليوم، الزبيدي يحذر من انهيار مجلس القيادة الرئاسي إذا لم يضع حلولا للأزمة الاقتصادية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من الغد المشرق، وهذه تفاصيلها. عقدت في مدينة المكلا جلسات الدورة السادسة للجمعية الوطنية الجنوبية تحت شعار الشراكة مع القوى السياسية والمجتمعية والرموز الوطنية لاستعادة وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة. كأن لسان حالهم يقول: إذا هبت رياحك يا جنوب فاغتنمها، فعقبى كل خافقة سكون. قرابة 3000 مشارك وضيف يهتفون دولة دولة يا جنوب بصوت واحد هز أركان القاعة. هنا في المكلا تعقد جلسات الدورة السادسة للجمعية الوطنية الجنوبية في وضع استثنائي. يسعدني أن أشارككم افتتاح فعالية انعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية من هنا من حضرموت الخير، رائدة نضالات شعبنا وثورته التحررية. وكلنا ثقة إن هذه الدورة بمواضيعها المندرجة في جدول أعمالها وتوقيتها ودلالة مكانها وانعقادها ستكون دون شك محطة فارقة في نتائجها وامتدادا للإنجاز التاريخي الذي حققه أخوانكم ممثل المكونات والقوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الجنوبية في اللقاء التشاوري الذي احتضنته العاصمة عدن مؤخرا وتوج بتوقيع الميثاق الوطني الجنوبي. الجمعية في دورتها تناقش عددا من الأمور حول هيكلة هيئات المجلس الانتقالي والجيش الجنوبي والجمعية الوطنية، وكذا وثائق مخرجات اللقاء التشاوري الجنوبي وغيرها من قضايا الساحة. والله في قضايا كثيرة اللي بنناقشها، هيكلة الجمعية الوطنية طبعا، وبنقر بعدين بكرة الوثيقة اللي وقعوا عليها. طبعا مناقشاتنا اليوم حول هذا الموضوع، وبإذن الله تحقق بعض لنا والبعض الآخر إن شاء الله في طريقة للتحقق بإذن الله، ويدنا ممدودة في المجلس الانتقالي الجنوبي لجميع الكوادر والرموز الوطنية في حضرموت خاصة وباقي محافظات الجنوب. حضرموت اليوم تستقبل ضيوفها بكل رحب بكل سرور، تفتخر اليوم باحتضان هذه الدورة، وإن شاء الله نتمنى أن تخرج هذه الدورة بنتائج وتطلعات شعب أبناء الجنوب وأبناء حضرموت. القوى الجنوبية اليوم اشتركت واجتمعت في المكلا حول مطلب واحد لا ثاني له، ألا وهو استعادة وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة. في أولى جلسات هذا البرلمان تعقد آمال وتطلعات الملايين من الجنوبيين على إقرار خطوات للمضي قدما نحو استعادة دولتهم المنشودة. محمد بحفين، الغد المشرق، المكلا. أفاد مدير مكتب الغد المشرق في حضرموت عيدروس الخليفي أنه من المتوقع انضمام عدد من أعضاء البرلمان اليمني عن المحافظات الجنوبية إلى الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. وأكدت مصادرنا الإعلان عن هيكلة الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي تشمل زيادة أعضاء الجمعية الوطنية من خلال ضم أعضاء جدد وإعفاء آخرين من عضوياتها وفقا لمخرجات الحوار الجنوبي في عدن. مباشرة ينضم إلينا من المكلا الدكتور علي الخلاقي عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الانتقالي الجنوبي. أهلا بك معنا دكتور علي. وبداية، اللواء عيدروس الزبيدي أكد في افتتاح الدورة السادسة للجمعية الوطنية على الأهمية الاستثنائية لهذه الدورة، إلى ماذا يشير ذلك وخاصة مع تسارع الأحداث؟
تحية لكم. وفي البدء هذه الدورة كما أكد الأخر الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وكما تؤشر النتائج التي تبشر بها تكتسب أهمية خاصة وفارقة ونوعية في حياة المجلس الانتقالي وفي مسيرة الجنوب نحو الهدف الذي يسعى إليه الشعب الجنوبي ألا وهو استعادة الدولة. هناك الكثير من الاعتبارات. أولا أن هذه الدورة تأتي بعد قرابة 6 سنوات من تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي وتتزامن مع هيكلة المجلس الانتقالي بهيئاته سواء هيئة الرئاسة الأمانة العامة أو الجمعية الوطنية أيضا الذي ستقف في هذه الدورة أمام هيكلة نفسها بإضفاء عناصر جديدة إلى عضويتها والاستغناء عن بعض من أثبتوا أنهم لم يقدموا شيء خلال مسيرة 6 سنوات من تأسيس المجلس الانتقالي. ثم أنها تأتي أيضا توقيتها جاء أيضا مقترنا بذكرى إعلان فك الارتباط في العام 94 بعد اجتياح الجنوب وهذا له دلالة أيضا نحو الهدف الذي تم الإعلان عنه حينها والذي يقترب الآن شعبنا من إرساء دعائمه فسقف مطالب الشعب الجنوبي هو استعادة الدولة وما يتم الآن هو بناء أعمدة هذه الدولة مؤسساتها هياكلها حتى يتم الإعلان عنها وقد اكتملت إشراقتها وبهجتها. ثم أنها تكتسب أهمية كونها تأتي أيضا بعد ذلك النجاح المنقطع النظير والكبير الذي حققته المشاورات أو اللقاء التشاوري الجنوبي الذي جمع مختلف أطياف المكونات السياسية الشخصيات الاجتماعية مؤسسات المجتمع المدني بكل أطيافها والتقت تحت مظلة المطلب استعادة الدولة وتحقيق ذلك الهدف الذي ضحى من أجله شعبنا كثيرا منذ العام 94 وحتى اليوم. ثم أهمية اختيار المكان وهو حضرموت وحاضرته المكلا ولذلك أيضا أهمية كبرى كون حضرموت ذات العمق الحضاري هي أيضا إحدى المسميات المرشحة للدولة الجنوبية القادمة كما أعلن الأخ الرئيس أن هناك 3 مسميات سيتم التصويت عليها من قبل الشعب وهو الجنوب العربي أو الاسم السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو دولة حضرموت الاتحادية والفيدرالية وهناك تقريبا إجماع كبير كما نلاحظ من ردود الأفعال في وسائل التواصل وفي ولدى المثقفين من أن الغلبة ستكون لاسم دولة حضرموت الاتحادية التي ربما هي الوحيدة من بين كل دول جنوب الجزيرة العربية القديمة التي حافظت على اسمها وكانت مملكة حضرموت تمتد من ظفار شرقا إلى عدن غربا وعاصمتها كانت شبوة نعم. وكم سيكون رائعا أن تسمى الدولة الوليدة بهذا المسمى الحضاري الذي له اسم قديم وله أيضا قيمته التاريخية نعم. والحضارية نعم. أريد أن أقف معك دكتور علي حول أهم الملفات التي ستتم مناقشتها في ثنايا جلسات الدورة السادسة وما هي أهم المخرجات والتوصيات المتوقع أن تخرج بها هذه الدورة؟ بالنسبة لما هي القضايا التي ستقف أمامها هناك مصفوفة كبيرة أمام أعضاء الجمعية الوطنية وهم الآن في إطار جلساتهم المغلقة لمناقشة هذه القضايا التي تتوزع سواء فيما يخص إعادة هيكلة
الجمعية الوطنية ذاتها، أو أيضا الوقوف أمام تلك الوثائق التي تم الإعداد لها لتتناسب مع الهيكلة الجديدة للمجلس الانتقالي ولمؤسساته أيضا المدنية والعسكرية، باعتبار الجمعية الوطنية هي الهيئة التشريعية الآن المؤقتة حتى تأتي الدولة ويأتي البرلمان كمؤسسة تشريعية. وأعتقد أن كثير من القضايا تقف أمامها هذه الدورة، ومنها وأبرزها إقرار الميثاق الوطني الذي تم الاتفاق عليه في اللقاء التشاوري، سيتم يعني إثراءه بالملاحظات أو الإضافات أو التعديلات حتى يكون منهجا للعمل الوطني ويجمع حوله كل الجنوبيين بأطيافهم السياسية ومؤسساتهم السياسية وغير ذلك نحو توحيد الرؤى و تكثيف الجهود للوصول إلى الهدف، سواء في الاستحقاقات النهائية التي تنتظرها الآن القضية اليمنية بمجملها، أو ما يترتب أيضا على تقوية الجبهة الداخلية التي تعتمد بدرجة أساسية على تلاحم الجنوبيين، وهو التلاحم الذي أبدوه في مواجهة الغزاة في العام 2015 وحقق النتائج، وها نحن الآن بالذات نقطف ثمار ذلك الانتصار الذي ترك دون أن يتم الالتفات إلى الاستفادة من ثماره لظروف المواجهة التي دخلها الجنوبيون، ليس فقط في تحرير الجنوب ولكن أيضا بخوض معركة تحرير أجزاء من مناطق الشمال وفقا لمتطلبات التحالف العربي. وأعتقد أن الميثاق الوطني سيرسم الخارطة القادمة لمستقبل الدولة الجنوبية القادمة وعلاقتها بجيرانها وعلاقتها الاستراتيجية بالدول العربية وبدول التحالف العربي التي كانت وراء ما تحقق من انتصارات ونجاحات في على مستوى الجنوب العربي. نعم. طيب دكتور، ذكر فك الارتباط وإعلانها وانعقاد الدورة السادسة وكذلك اللقاء التشاوري الجنوبي وتوقيع الميثاق الوطني والتقارب الجنوبي، كلها لربما أحداث مفصلية وفارقة في تاريخ الجنوب. برأيك ماذا ينتظر أبناء الجنوب في قادم الأيام بعد كل ما حدث في هذه الفترة؟ أبناء الجنوب بشكل عام وكما نلاحظ أيضا نبض الشارع يتوقعون سقف مرتفع من هذه الدولة، من هذه الدورة. نعم. يتوقعون حتى إعلان الدولة الجنوبية، ولكن قيادتنا السياسية ممثلة بالمجلس الانتقالي وبحكمة الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي ورفاقه في هيئة الرئاسة يقرؤون تماما كل المؤثرات الداخلية والخارجية التي تقود شعب الجنوب إلى هذا الهدف بسلام وسلاسة وبرضا من المجتمع الدولي ومن المحيط الإقليمي ومن الأشقاء والأصدقاء. الجنوب يسعى إلى هذا الهدف دون الإضرار بالأشقاء في الجمهورية العربية اليمنية. لا نسعى لاحتلال صنعاء أو مارب أو ذمار أو غير ذلك، نسعى إلى استعادة حقنا، وهذا ما أكد عليه الرئيس عيدروس بن قاسم حينما قال أننا سنستعيد حقا ولا نحرر أرضا، لأن هذه أرضنا ونحن نستعيدها بعد أن ظلت مسلوبة منذ العام 94 وظل معظم الجنوبيين مغيبين عن حقوقهم وعن هويتهم. وأعتقد أن القادم سيكون أفضل سواء مع جيراننا من الأشقاء في الشمال أو الجمهورية العربية اليمنية المخطوفة الآن من قبل النظام السلالي الحوثي، وسنكون عونا لهم في استعادة حقهم كما استعاده شعبنا بقوته وبإرادته وبدعم الأشقاء من التحالف العربي. ثم ستكون الدولة الجنوبية هي جزء من محيطها العربي والإقليمي، وتكون أيضا عاملا مهما لتعزيز الأمن والسلام ومكافحة الإرهاب، لا سيما وأن بلادنا تمتد على شواطئ كبيرة وتقع على
أهم بوابات الطرق الملاحية الدولية المتمثل بباب المندب وبالبحر العربي والبحر الأحمر. طيب دكتور، تخوف البعض الغير مبرر اليوم من أي تهميش مستقبلي، هذه التخوفات واستمرارها ماذا يعني ذلك، خصوصا مع التأكيد المستمر من أعضاء الجمعية ورئيس المجلس الانتقالي على أن الدولة المشهودة تضع في اعتبارها حفظ مكانة حضرموت الرياضية، وكذلك من خلال ما تم التأكيد عليه في اللقاء التشاوري وتوقيع الميثاق الوطني كذلك، كل هذه التأكيدات، استمرار هذا التخوف ماذا يعني اليوم معها؟ أعتقد أنه لا مبرر لمثل هذه التخوفات، فنحن مررنا بتجارب مريرة، مررنا بالدولة المركزية سواء في فترة النظام السابق في الجنوب أو في فترة النظام الأشمل أيضا خلال فترة الوحدة الذي تحول إلى احتلال. إذا لك قضية بسيطة كان يجب عليك أن تذهب إلى صنعاء لتحصل على موافقة أو توقيع أو ما إلى ذلك. الرئيس الزبيدي والميثاق الوطني أكد على مسألة النظام الفيدرالي الذي تمتلك فيه كل محافظة أو أقليم أو مديرية أو منطقة أو حتى مدينة شبه استقلال في إدارة شؤونها واستثمار مواردها، وهذا يعني أمر لا تراجع عنه، وبدونه لا يمكن أن نبني الجنوب الجديد، الدولة الفيدرالية الجديدة. لذلك لا أعتقد أن هناك أي مبررات، ومعظم القوى الآن انضوت في إطار التشاور الجنوبي أعلنت أنها جزء من هذه العملية السياسية التي رأيناها خلال الأيام الماضية في انعقاد اللقاء التشاوري ونتائجه غير المتوقعة للكثيرين، والتي أزعجت أيضا أعداء الجنوب وبالذات من قنوات الإخوان المسلمين الذي ما زالت تصيح وتنبح من ما حدث لعدم رضاها عن مثل هذا التقارب الجنوبي، لأنها كانت تؤجج الخلافات وتتمنى أن يتقاتل الجنوبيون من طاقة إلى طاقة ومن حارة إلى حارة، ولكن شعبنا شبع عن الطوق وأدرك أنه لا يمكن أن يتعايش إلا بكل أبنائه، ولا يبنى الجنوب إلا بكل ومن أجل كل أبنائه من أقصاه إلى أقصاه، وهذا ما سيقره الميثاق الوطني وما تنهجه أيضا الدولة المرتقبة التي يسعى شعبنا لاستعادتها قريبا إن شاء الله. بالحديث دكتور عن الميثاق الوطني الذي تم التوقيع عليه، لكن هناك لربما نقطة جوهرية أكد عليها الرئيس القائد عيدروس الزبيدي في افتتاح الدورة السادسة، وهي بالتحديد تنفيذ هذه المخرجات على أرض الواقع. برأيك هل سنرى هذا الأمر في القريب العاجل، سيما مع وجود الكثير من العراقيل التي تقف لربما في طريقها؟ دون شك أن هذه العملية التي تحدث منذ اللقاء التشاوري ومنذ أيضا الاستعداد لإنعقاد هذه الدورة يتزامن مع إجراءات عملية. إعادة الهيكلة تعني التخلص من تلك المظاهر السلبية والسلوكيات التي نتجت خلال الفترة الماضية من قبل بعض العناصر سواء في المؤسسة المدنية أو العسكرية أو في إطار حتى مؤسسات المجلس الانتقالي، وهذا الأمر ثبت من خلال احتواء الجميع واستقطاب الجميع ليكونوا شركاء في صنع الواقع الجديد على مختلف مساراته السياسية الاقتصادية الاجتماعية الإدارية، وبدون مثل هذا التلاحم وبدون مثل هذا التكاتف لا يمكن أن نتخلص من سلبيات الماضي ومما برز خلال افتقار الجنوب لمؤسسات الدولة بفعل ما تعرض له من تدمير لمؤسساته المدنية والعسكرية والقضائية خلال الفترة الاحتلال التي دامت من 94 وحتى العام 2015، وما تلاها أيضا من سلوكيات لم يكن يرضى عنها الشعب الجنوبي ولم تكن ترضى عنها القيادة، وآن الأوان
الديوان لتصحيح مثل تلك السلوكيات الخاطئة والتخلص من العناصر الفاسدة ومحاسبة أيضا أولئك الذين يسيئون إلى وظيفتهم العامة، وهذا ما يرجوه الشعب الجنوب وما يرجوه كل المخلصين لمستقبل هذا البلد ولتضحيات شهدائه وجرحى الذين فقد الكثير منهم أطرافهم أو عيونهم أو أرجلهم أو غير ذلك من أجسامهم ويرون مثل هذه الممارسات، فلا بد من إعادة الاعتبار وتصحيح كل الأوضاع بصورة تضمن السير إلى الهدف كما كان يتمناه شهداؤنا وجرحانا وكما يتمناه كل المخلصين. طيب سأختم معك دكتور بنقطة أخيرة، وهي في خضم هذه التحديات والمتغيرات الكثير من السياسيين والمراقبين للمجال السياسي يؤكدون على تماسك الجبهة الداخلية كما ذكرت في سياق حديثك بالتوازي مع تحديث المؤسسات الوطنية وتهيئة الأجواء لمزيد من الجهود الدبلوماسية والسياسية. أهمية التركيز على هذه النقاط المحورية في المرحلة الراهنة والمراحل القادمة برأيك؟ التجارب تعلمنا أننا بتفرقنا نتيح للعدو مجال للنفاذ وتحقيق مآربه والوصول إلى أهدافه، وبتلاحمنا نواجه كل المخاطر وكل المخططات المعادية لشعبنا ولهدفه المرتقب، والدليل على ذلك تجارب مررنا بها منذ العام 94 التي ربما استغلها النظام علي عبد الله صالح لاستقطاب أولئك الذين تم استبعادهم من الجنوب بعد أحداث 86 الدامية، وثم غدر بهم فيما بعد واستثمرهم فقط ليكونوا واجهة لاحتلال الجنوب في العام 94. تعلم شعبنا الدرس وتعلم الكل أن الجنوب لن يكون إلا بوحدته الداخلية، وهذه الوحدة تتجسد اليوم بهذا الحوار واللقاء التشاوري وبهذا الإقبال الآن على التوحد للوصول إلى الهدف النبيل لشعبنا بإرادة واحدة من أقصى المهرة إلى أقصى باب المندب. بدون هذه الوحدة سينفذ منها الأعداء ويحاولون، وهذا ما تسعى إليه قنواتهم الإعلامية، لكنها أصبحت مثار سخرية من قبل أبسط مواطن جنوبي تعلم الدرس وشبع عن الطوق ويدرك مصلحته أين تكمن، وهذا ما عبرت عنه الروح الاستقبال التي حظي بها الرئيس القائد عيدروس الزبيدي هنا في حضرموت منذ أن وطأت قدماه مطار المكلا، حيث اصطف المواطنون نساء ورجالا بتلقائية وبدون تحشيد كما كان يحصل في ظل النظام الاحتلال، وهذا يعبر عن حب الناس لقيادتهم والتي تمثل بالنسبة لهم الموصل والربان الذي يوصلهم إلى شاطئ الأمان، إلى استعادة الدولة النظام والقانون الذي خبرها شعبنا ويشتاق لها بعيدا عن تلك السلوكيات التي بثها الاحتلال على مدى 3 عقود، ويتوق إلى أن يصنع فجره ونظامه وقانونه ويعيش حياته مثل بقية الأشقاء في دول الجوار الذي يرى فيهم أنموذجا يقتدى به للوصول إلى تحقيق أحلامه. نعم، شكرا لك دكتور علي الخلاقي عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الانتقالي الجنوبي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من المكلا، شكرا جزيلا لك. كما ينضم إلينا الآن عبر تطبيق زوم من الرياض محمد الشاطري المسؤول الإعلامي في منتدى الأكاديميين والخبراء الجنوبي. مرحبا بك معنا محمد، وبداية ما هي الدلالات على الزخم الكبير الذي شهدته إقامة الدورة 6 للجمعية الوطنية في حضرموت؟ أهلا وسهلا عزيزي محمد، سعيد بتواجدي معكم. تابعنا بالطبع جميعا ردات الفعل في الشارع الحضرمي وهذا الحضور الجماهيري الضخم داخل القاعات وخارجها، والحضور الرسمي كذلك من الوجهاء والأعيان والشخصيات الاجتماعية في حضرموت
فهذا بالطبع يعني يعكس أهمية حضرموت ودورها الكبير جدا في رسم مستقبل الدولة الجنوبية. وكما طرح القائد الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي أنه من ضمن خيارات مسمى الدولة القادمة دولة حضرموت، فهذا أمر يعني يشعر الجميع بالفخر. فاسم حضرموت ضارب في القدم وخالد على مر الأزمان، فقد تجاوز اسم حضرموت حدود الزمان والمكان. وحضرموت طبعا مهمة جدا في كل منعطفات التاريخ الجنوبي، فمنها انطلق الحراك السلمي الجنوبي، ومنها بإذن الله تعلن الدولة وفك الارتباط. وكذلك أعقب هنا يعني حديث فخامة الرئيس اليوم أن كل جنوبي هو سيد على أرضه، وهذه المبادئ لن يحيد عنها المجلس الانتقالي الجنوبي، بأن يعيش المواطن الجنوبي بحرية وكرامة وسيادة كاملة على الأرض. أرى أن الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي بهذا الحديث قطع كل الإشاعات والفتن المغرضة لمن يحاول أن يشكك أو يشق الصف الجنوبي ويقول بأن الجنوب ستحكمه منطقة واحدة أو مجموعة واحدة. فاليوم قيادتنا في حضرموت تصرح بذلك، وبإذن الله القادم أجمل لهذا الوضع خلف هذه القيادة. نعم محمد، هناك أنباء تتحدث عن انضمام عدد من أعضاء البرلمان اليمني عن المحافظات الجنوبية إلى الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، ما الذي برأيك سيضيفه هذا الانضمام وكيف سيخدم قضية شعب الجنوب في هذا الشأن؟ جميل عزيزي محمد، انضمام الأعضاء رفيعين المستوى بالطبع سيشكل تغيير كبير وسيرسم طريق جديد للجنوب نحو استعادة الدولة وبسرعة أكبر. فسوف ينعكس يعني انضمام أعضاء البرلمان ويؤكد بما لا يدع مجال للشك بأنهم سيقومون ببناء المؤسسات الجنوبية وسيخدم البرلمان الجنوبي الممثل حاليا بالجمعية الوطنية الجنوبية في تشريع القوانين وسن الأنظمة والدستور وفي بلورة الأفكار والرؤى، وهذا هو الأمر المهم جدا، وهذا سيشكل انطلاقة كبيرة في استعادة الدولة. فدائما ما نقول أن الجنوب بكل ولكل أبنائه، ولا يمكن أن نسير في هدفنا المنشود إلا بالتفاف الجميع، وهذا ما يسير عليه المجلس الانتقالي الجنوبي، وهذا توجه المجلس الانتقالي الجنوبي. فقد رأينا انعقاد الحوار الوطني الجنوبي والتفاف كل التكتلات الجنوبية وكل الأطياف الجنوبية، وقد توحدت كلمتهم واقتصت صفوفهم تحت سقف واحد، كلمتهم واحدة ورسالتهم واحدة وهدفهم واحد وواضح، وهو الجنوب ولا غيره. فتنوع الآراء والأفكار واستمرار لغة الحوار في الجنوب هذا يعود لمصلحة الوطن أولا وأخيرا، ويخدم ولا يهدم، لأنهم اجتمعوا على ميثاق وطني واحد واجتمعوا على كلمة سواء جميعهم خلف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي. فأهلا بالطبع بكل الجنوبيين سواء كانوا في البرلمان اليمني أو كانوا في أي هيئات أو مؤسسات أخرى. بالنسبة لما ذكرت محمد من جهود وإضافات لربما ستحدث في القريب العاجل، ما أهمية عقد اجتماع للجمعية الوطنية في توحيد الصف ورسم الآليات وكذلك توحيد الرؤى في طريق استعادة الدولة كاملة السيادة تحديدا بعد أن شهدنا توقيع الميثاق الوطني الجنوبي؟ نعم، وفي هذا الشأن لعبت الجمعية الوطنية الجنوبية دور كبير وبارز في الفترة السابقة بمختلف هيئاتها على توحيد الصف الجنوبي. فالمجلس الانتقالي الجنوبي ممثلا بالرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي وأعضاء مجلس الرئاسة قاموا بمجهودات كبيرة جدا لتوحيد الكلمة والرؤى بما يخدم الجنوب وقضية الجنوب وشعب الجنوب. تمثل هذا في إطلاق دعوة الحوار الوطني الجنوبي التي توج في ختامه بتوقيع الميثاق الوطني الجنوبي. هذا يدل على التكامل والتراتبية ابتداء من رأس الهرم من الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي إلى نائبيه وإلى كل هيئات المجلس وقواعده والجمعية الوطنية لرسم مستقبل الجنوب. فالمرحلة الحالية ومستقبل آلية استعادة الدولة كاملة السيادة بحدود ما قبل 21 مايو 90. فهذا الاصطفاف الجنوبي الكبير خلف القيادة اليوم والذي نراه هذا يعطي ثقة للمجتمعات الدولية ويؤكد لهم تأكيدا تاما بأن الجنوبيين يريدون دولتهم ولن يتنازلوا عن قضيتهم أبدا ويقاتلون من أجلها. وقال فخامة الرئيس يعني بهذا الشأن في 21 مايو 2017 عهد الرجال للرجال، ونحن اليوم في 21 مايو 2023 يتجدد العهد والوعد وعهد الرجال للرجال، والقيادة عند مسلم العهد، ونحن كذلك نجدد العهد بأننا لازلنا على دربنا سائرون وخلف قيادتنا ماضون.
فالمرحلة القادمة ستكون حافلة بالإنجازات بمشيئة الله. بالحديث محمد عن المرحلة القادمة، أريد أن أقف معك حول دور الشباب في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الجنوب، وما هي الأدوار التي من الممكن أن يقوم بها الشباب لتعزيز الوصول للهدف المشهود لهم بالتأكيد؟ شوف عزيزي محمد، نحن كمنتدى الأكاديميين والخبراء الجنوبيين في المهجر نتطلع لدور كبير جدا ونعول على الشباب طبعا في هذه المرحلة الحساسة. مثل ما ذكرت، نحن في المنتدى نعمل على تجميع الكفاءات والخبرات الجنوبية من مختلف بلدان المهجر لدمجهم وعكس خبراتهم في الداخل، وهذا هو الهدف الرئيسي والأساسي لمنتدى الأكاديميين والخبراء الجنوبي. وهذا بالطبع تأكيد على خطابات الرئيس وحديثه حول أهمية دور الشباب وإشراكهم في البناء. ومن هذا المنطلق يعني نحن في المنتدى ندعو كل الأكاديميين والخبراء الجنوبيين إلى العمل بروح الفريق الواحد لنصل إلى هدفنا المنشود، هدفنا الواحد وهو الوطن. وأعقب على ذلك يعني أن نحن اليوم في منتدى الأكاديميين والخبراء الجنوبي لدينا اتحادات طلابية وكيانات للجنوبيين في روسيا وماليزيا والهند والسودان والجزائر ودول عديدة جدا. وغدا بمشيئة الله سنعلن على أننا وصلنا لكل دول العالم، ونحن بالفعل هناك. وأينما كان الأكاديمي والخبير الجنوبي سنصل إليه ويصل إلينا، كن يدا واحدة تخدم الوطن. وهذه هي طبيعة الكادر الجنوبي عزيزي محمد، هو بفكره وجهده الذي لم ولن يدخره أبدا هو لخدمة الوطن ونهضته وبنائه دائما كل في مجاله واختصاصه بالطبع. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر محمد الشاطر المسؤول الإعلامي في منتدى الأكاديميين والخبراء الجنوبيين، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. هذا وشهدت مدينة المكلا حفلا فنيا ساهرا نظمته الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، وذلك احتفاء باحتضان حضرموت أعمال الدورة السادسة للجمعية الوطنية وذكرى إعلان فك الارتباط. حفل فني غنائي ساهر نظمته الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في المكلا بحضور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ونوابه وأعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي والجمعية الوطنية. أنا دائما أقول أنه نرى الجنوب في حضرموت ونرى حضرموت في الجنوب، وما جئنا إلا من الجنوب إلى الجنوب. اليوم كان حفل يعني في غاية التميز بصراحة، وأولا إذا أهني يعني أبناء محافظة حضرموت على كل ما قاموا في سبيل التحضير لهذه الدورة وبما فيها هذه الاحتفالية الجميلة جدا جدا جدا، وأهني القائمين على هذه الفعالية بصراحة كانت فيها إبداع كبير جدا جدا. اليوم كان حفل بهيج ورائع جدا، استمعنا إلى الطرب والفن الحضرمي الأصيل، وكان بالفعل يعني فن راقي ويمثل الجنوبيين بشكل عام في الداخل والخارج. نشكر الهيئة التنفيذية في حضرموت لهذا التنظيم الرائع، وللأمانة تستحق هذه المناسبة، مناسبة إعلان فك الارتباط هذا الحفل، ونتمنى أن تستمر هذه الفعاليات وأن تسود الأمن والاستقرار في حضرموت الخير والعافية ومكلا عروس البحر العربي. باقات من الأغاني الوطنية والتراثية ووصلات فنية مهداة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي شهدها هذا الحفل. تفاعل كبير من الحاضرين تراقصوا طربا وفرحا وابتهاجا بضيوف حضرموت. المكلا طول عمرها كانت بلد الامن والامان. الحقيقه انا جيت مرتين، مره في 2019 وقت ما كانت يعني الدنيا بتعج بالثورات اكتر من كده، كانت امان برضو، كنت بمشي في الشارع ما فيش اي مشكله خالص. النهارده احسن واجمل واحلى وارقى شعبها وناسها. النهارده حضرنا حفل رائع، وده مش جديد على الحضاره، ما ولا حضرموت ده هي اساسا اصل التاريخ واصل الحضاره، وهي العمق التاريخي اصلا للعرب كلهم مش بس للجنوب العربي. يعني بجد يعني حضرموت ناسها طيبين والبلاد حلوه جدا، وبجد فرحان اني موجوده هنا. كيف شفت الحفل اليوم؟ حلو، مرتب، منظم، كل حاجه فيه على اكمل وجه يعني بجد. هذا الحفل ياتي احتفاء بزياره الرئيس عيدروس الزبيدي وقيادات المجلس الانتقالي إلى حضرموت،
وضمن الأنشطة المصاحبة لاحتضان المكلا أعمال الدورة السادسة للجمعية الوطنية والذكرى 28 لإعلان فك الارتباط. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. يصادف اليوم 21 من مايو ذكرى فك الارتباط في ظروف يشهد فيه الجنوب تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في طريقه النضالية دفاعا عن قضيته المقدسة. 21 من مايو يوم يمر في كل سنة مرورا عابرا إلا في الجنوب، فهنا تقف الذاكرة الجنوبية عند لحظة فاصلة من تاريخها. إنه تاريخ فك الارتباط بين الشمال والجنوب، والذي أسس لمرحلة مريرة كادت تشتث وجوده لولا عمق جذوره الانتمائية وإيمانه الصادق بقضيته المشروعة. شهداء سقطوا دفاعا عن الشرف، وأسرى أكلتهم السنين في غياهيب السجون، وعوائل وجدت نفسها بين خيار الموت والنزوح في حرب شارك فيها الأفغان والإخوان والحوثيون وفق كل مراحلها، وتجاوزت الحرب سقف القتل والدمار لتصل إلى العقائد في حملة تكفيرية خطط لها الإخوان في اليمن. ولأن الحق لا يموت تبلورت طلائع المقاومة في الجنوب وتحررت المحافظات، وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي كنواة جامعة للجنوبيين، وهو ما تحقق فعلا. الحوار الجنوبي الجنوبي الذي توج بالميثاق الوطني الجنوبي حيث حضرته كل القوى الجنوبية تقريبا، وتوالت الانضمامات تباعا فور إعلان توقيعه. أولى ثمار الميثاق كانت انعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي في المكلا عاصمة محافظة حضرموت في سابقة تاريخية، أحداث وتحولات يشهدها الجنوب وعلى كل المستويات، شاء لها القدر أن تصادف ذكرى فك الارتباط بينه وبين القوى التي لا تريد له أن يكون. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي واللواء الركن فرج سالمين البحصني نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عرضا عسكريا لطلاب الدفعة الأولى ثانوية عامة بنظام البكالوريوس من كلية الشرطة بحضرموت، وقدم الطلاب عرضا عسكريا مهيبا في ساحة العرض، كما استعرضوا قوتهم وجاهزيتهم لتنفيذ المهام الأمنية الوطنية. وهنى اللواء الزبيدي أبناء حضرموت وقيادة الكلية، وخص بالتهنئة عضو مجلس القيادة الرئاسية البحصانية الذي أسس هذا الصرح التعليمي الذي تخرج منه ضباط من محافظات حضرموت وشبا والمهرة وسقطرى، منوها بأهمية هذا الصرح الذي تأسس بعد عاصفة الحزم وتحرير ساحل حضرموت. قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي في لقاء خاص مع الغد المشرق سيعرض اليوم بعد موجز 8 إن الحكومة أصبحت عاجزة عن القيام بأي عمل ميداني أو بناء مؤسساتها، وأضاف أن الوضع إذا استمر على ما هو عليه ستنهار الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. كنا وصلنا إلى مرحلة أنها الحكومة أصبحت عاجزة عن القيام بأي عمل ميداني أو بناء مؤسساتها أو الوقوف بهذه الظروف يعني الاقتصادية الصعبة. وهذه المسألة هذه نحن نعرفها أنها يعني مسألة وقت بالنسبة للحكومة ستنتهي، وممكن تأتي حكومة إنقاذ أخرى. في خطة الآن لتغيير الحكومة؟ لا تتوفر لدينا معلومات كمجلس قيادة رئاسي، ولن نتفق على تغيير، لكن العجز الذي القائم الآن للحكومة سيدفعكم لبحث ذلك؟ إذا لم يرفعنا سينهار الوضع، إذا لم نغير الآن سريع وفوري سينهار الوضع، ينتهي الوضع، سينهار الحكومة وسينهار مجلس القيادة الرئاسي بكل تأكيد. هذا وننوه لكم مشاهدين الكرام بأننا سننقل لكم تفاصيل هذا اللقاء الخاص الذي أجراه مراسلنا في المكلا عيدروس الخليفي مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، وسيبث بعد موجز 8 مساء.
قامت قوات اللواء الثاني عمالقة بمنع حمل السلاح في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج بعد انتشارها في المديرية وتأمينها من الانفلات الأمني الذي شهدته خلال الأيام الماضية. وعبر أهالي مديرية طور الباحة عن ارتياحهم لمنع ظاهرة حمل السلاح في مركز مديرية طور الباحة، مقدمين شكرهم وتقديرهم لألوية العمالقة الجنوبية. وكانت قوات اللواء الثاني عمالقة قد نفذت قبل يومين حملة أمنية لضبط الأمن في مديرية طور الباحة بعد معاناة المديرية من حالات الانفلات الأمني وفوضى راح ضحيتها العديد من المدنيين والأبرياء. شيدت الميليشيات الحوثية فريق يدعى أويل ألفا يتبع جهاز ما يسمى الأمن والمخابرات للقيام بمهمات التجسس على المناهضين، مستغلة البنية التحتية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاضعة لسيطرتها بصنعاء والحديدة. تحكم الميليشيات الحوثية سيطرتها على مفاصل قطاع الاتصالات في اليمن وتستغل كل ما يمكن استغلاله لصالحها وضد مناهضيها. وفي الآونة الأخيرة عمدت الميليشيات بدعم من خبراء إيرانيين ومن حزب الله الإرهابي إلى استخدام الهندسة الاجتماعية في عمليات التجسس على المناهضين السياسيين والصحفيين وحتى القادة العسكريين والأمنيين. وشيدت فريقا يدعى أويل ألفا يتبع جهاز ما يسمى الأمن والمخابرات للقيام بمهمات التجسس، مستغلة البنية التحتية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاضعة لسيطرتها بصنعاء والحديدة. ويعتمد هذا الفريق التجسسي على إرسال روابط وإيميلات التصيد الاحتيالي وكذلك التطبيقات التي تحتوي على برمجيات خبيثة للمستهدفين والتي انتشرت مؤخرا بشكل كبير وفقا لخبراء يمنيين مختصين في الأمن الرقمي. وكشف تقرير حديث صادر عن شركة الأمن السيبراني ريكورد فيوتشر الدولية أن فريق أويل ألفا التابع للحوثيين استهدف جماعات إنسانية ووسائل إعلام ومنظمات غير ربحية في الجزيرة العربية عبر تطبيق واتساب كجزء من حملة تجسس رقمية. وأوضح التقرير أن مجموعة القراصنة استخدموا أدوات الوصول عن بعد لتثبيت برامج التجسس للوصول إلى سجلات المكالمات وبيانات الرسائل القصيرة ومعلومات الاتصالات ومعلومات الشبكة والوصول إلى كاميرا الجهاز والصوت، بالإضافة إلى بيانات موقع جي بي إس من بين أمور أخرى. وبيّن التقرير أن مجموعة أويل ألفا ستستمر على الأرجح في استخدام التطبيقات الخبيثة لاستهداف الكيانات التي تشترك في الاهتمام بالتطورات السياسية والأمنية في اليمن والقطاعات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن. في ذات الملف حذر البنك المركزي اليمني كافة المؤسسات والكيانات من الخضوع لإملاءات ميليشيات الحوثي الجديدة التي تفضي إلى قرارات تمنع الفوائد مقابل القروض أو التسهيلات، فيما تستعد الميليشيات لمصادرة فوائد الدين العام وأموال المودعين في المصارف والتي تعادل 11 مليار دولار. في وقت تستعد فيه سلطة الانقلاب لمصادرة ما يعادل 11 مليار دولار وهي فوائد الدين العام وأموال المودعين في المصارف، حذر البنك المركزي اليمني في عدن كافة المؤسسات والكيانات من الخضوع لإملاء ميليشيات الحوثي التي تقضي بمنع الفوائد مقابل القروض أو التسهيلات أو الودائع أو السندات أو أذون الخزانة. البنك المركزي اليمني أوضح أنه وقف أمام عدد من الدراسات والتوقعات للإجراءات المدمرة وغير القانونية التي يقوم بها الحوثيون في حق القطاع المالي والمصرفي بمسميات مختلفة، كما أعاد التذكير بأن القوانين التي تحكم وتنظم عمل المؤسسات المالية والمصرفية هي قوانين صادرة عن مؤسسات وطنية دستورية منتخبة وقانونية معترف بها دولياً. التحذيرات تزامنت مع دراسة نشرها مركز كارنيجي نبهت من أن قانون الانقلابيين سيؤدي لانهيار وإغلاق البنوك لأنها ستصبح عاجزة عن دفع ودائعها ولن تستطيع تغطية نفقاتها. الدراسة قالت إن المضي في تطبيق قرار الانقلاب سيؤثر في زيادة الأوضاع المعيشية سوءا وسيلتهم 3 مليارات دولار، وهي إجمالي استثمارات البنوك في الدين العام، كما سيلتهم أكثر من 7 مليارات دولار من إجمالي الأرصدة المودعة كاحتياطات تخص البنوك وهيئات التأمينات وشركات الاتصالات والبريد. وفي وقت سابق أفاد مودعون بأنهم حاولوا سحب ودائعهم لدى البنوك لكنها ردت بعدم القدرة لأن كل أموالها كانت مستثمرة في سندات أذونات الخزانة لدى فرع البنك المركزي بصنعاء
والذي حولها إلى ديون داخلية، ولكنه عجز عن إعادة أصل الودائع. كما أن البنك المركزي في صنعاء الخاضع للانقلاب استبق صدور قانون أموال المودعين وأمر بخفض أرباح كل ودائع البنوك التجارية وعائدات أذون الخزانة إلى الصفر قبل أن يجري أخيرا تحويلها إلى حسابات جارية، ولكن ممنوع السحب منها لأن تلك الأموال تصرف بها الانقلابيون منذ 7 أعوام. استشهد مدنيون برصاص قناصة ميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة صبر شرق محافظة تعز، وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن عندما تم استهدافه من قبل قناصة الميليشيات الحوثية المتمركزة في تبة الصالحين. وبحسب المصدر فإن الضحية هو 15 من أسرته وهو أقاربه الذي يستشهد برصاص قناصة ميليشيات الحوثي في نفس المنطقة التي تشهد انتهاكات مستمرة من قبل الميليشيات الحوثية. بتمويل إماراتي عبر صندوق أبو ظبي للتنمية، تستمر أعمال إنشاء مشروع سد حسان الاستراتيجي بمحافظة أبين لاستكمال المرحلة الأولى، والذي تنفذه الشركة الكندية أو إم وإشراف مباشر من وزارة الزراعة ومتابعة حديثة من مجلس القيادة الرئاسي. سد حسان الحلم الذي حولته دولة الإمارات العربية إلى واقع ملموس. تجري أعمال المرحلة الأولى لإنجاز مشروع سد حسان الاستراتيجي بأبين، وذلك بتمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية. السد هذا عبارة عن منشأة خزن ضخمة للمياه وكذلك قنوات تحويلية. السد يعتبر إنجاز كبير جداً على مستوى البلد بشكل عام، وسيعمل على نهضة كبيرة جدا في القطاع الزراعي والموارد المائية في مديرية قنفر بل ومحافظة أبين بشكل عام. بالنسبة للأعمال، أعمال ماشية على خير، على خير ما يرام. السلطة المحلية موجودة إلى جانب الشركة الكندية لمعالجة أي إشكاليات طارئة. طبعا لا توجد إشكاليات تعرق للعمل، إنما تحصل أحيانا بعض الإشكاليات البسيطة. السلطة المحلية موجودة إلى جانب إدارة الشركة والعمل جاري الآن في كل المواقع. بتكليف من الرئيس رشاد العليمي ونائبه اللواء عيدروس الزبيدي، قامت قيادة السلطة المحلية بأبين بالنزول للاطلاع على سير الإجراءات التنفيذية لمشروع سد حسان، وذلك لما له من أهمية في تحسين العملية الزراعية والحفاظ على مياه السيول الموسمية التي تعتمد عليها مناطق دلتا أبين في الري، والتي كانت من قبل وعلى مدى عقود تذهب للبحر دون الاستفادة منها. الطريق هو أحد مكونات المشروع. مكون الطريق هو أول مرة بيخدم الوصول إلى السد. ثاني حاجة للمحاصيل الزراعية في الدلتا بشكل عام، سرعة إيصالها إلى التسويق. الأخرى هو المواطنين أو القرى المجاورة للسد تستفيد بعملية تسهل التنقل إلى مواقعهم. هذا المشروع الاستراتيجي مشروع هام جدا، أولا من خلال فتح الطرقات، من خلال استفادة أبناء المنطقة هذا من خلال هذا المشروع. ونشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها الجبارة، يعني معنا دائما وإلى جانبنا دائما، يعني وهذا يعني الأخوة الحقة إن شاء الله، ونحن لهم يعني سند في أي شيء. مشروع سد حسان المائي يعد من أهم المشاريع في أبين التي ستضمن تأمين المياه السطحية والجوفية لري المحاصيل الزراعية ومياه الشرب، بالإضافة إلى منع السيول الموسمية من جرف الأراضي الزراعية. لقناة الغد المشرق عثمان عامر، أبين. وزعت الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية وبدعم من الهلال الأحمر الإماراتي دفعة جديدة من المساعدات الغذائية في مديرية ذباب المندب التابعة لمحافظة تعز، وتأتي المساعدات ضمن مشروع واسع يستهدف 60,000 أسرة محتاجة في مديرية الساحل الغربي والمحافظات المحررة. وشملت المساعدات 1,750 أسرة وفق مسح ميداني من قبل مختصي الخلية الإنسانية بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والشخصيات الاجتماعية لضمان وصول المساعدات للأسر الأشد فقرا.
بعد 3 سنوات من ارتداء الكمامات للوقاية من عدوى كوفيد-19 فقد قطاع كبار السن من اليابانيين القدرة على الابتسام بعد إلغاء شرط ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة، حيث باتت نسبة كبيرة من اليابانيين بحاجة إلى التدرب للإتيان بتعبيرات الوجوه العادية وللابتسام دون حرج، كما ظهر المواطنون في الشوارع بالكمامات رغم قرار إلغاء شرط ارتدائها الإلزامي الذي بثه التلفزيون، وقام نحو 4000 شخص بأخذ دورة في تعليم الابتسام. ابتكر مزارع أمريكي طريقة لحماية خرافه من الحيوانات المفترسة ليلا، وذلك بشراء بندقية حرارية تجعله يرى بوضوح في الليل، هنا اكتشف هجوم أحد الذئاب فكان له بالمرصاد. Go, baby. Protect this house. Save the sheep. Coyote down. نهاية النشر مشاهدينا، تذكير بأبرز العناوين. المكلا تحتضن افتتاح الدورة 6 للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. ذكرى فك الارتباط، تاريخ يصادف الحاضر ويؤسس للمستقبل في الجنوب. في مقابلة مع الغد المشرق تعرض مساء اليوم، الزبيدي يحذر من انهيار مجلس القيادة الرئاسي إذا لم يضع حلولا للأزمة الاقتصادية.